بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين. أما بعد، نحن في حلقة جديدة من حلقات رمضان، واليوم غادي نتكلموا على مرض بهجت. مرض بهجت والذي يقال عن يتكلم عنه باللغة الفرنسية بهست، وهو مرض يرجع أساسا إلى أنه كان هناك خرف مناعي. والخرف المناعي وهو يعني أن الجهاز المناعة ديال جسم الإنسان ما بقاش كيفرق ما بين الخلايا الذاتية والخلايا الغالبة. وهذا كله راجع إلى ماذا؟ راجع أصلا إلى أنه كان هناك عدم إمكانية الخلية من التغذية المناسبة، ما كتوصلهاش الأكسجين المناسب، وما كيوصلهاش كذلك المواد الغذائية المناسبة، وأصبحت محاطة في ذاك الليكيد انترسيسيال، محاطة بما يسمى بنفايات الأنسجة ونفايات عدم الرياضة ونفايات القلق ونفايات الاضطرابات النفسية ونفايات عدم النوم ونفايات التعرض للبورتابلات ونفايات التعرض للأضواء. وكل هذه الأشياء تعطينا نفايات، ونفايات كثيرة وكثيرة جدا، يصعب على الكلى، يصعب على المسار الغليظ، يصعب على الجلد، يصعب كذلك على الجهاز التنفسي أنه يتخلص منها. ذلك الأبواب الأربعة اللي عندنا يعني صعب عليه الحال، وأصبحت غير قادرة على تخلص من كم ديال النفايات اللي كيجي من جسم الإنسان. وبالتالي الجسم كيبقى يخلي هذوك النفايات داخل في الداخل دياله، وكتولي هاد النفايات كترسب ترسب ترسب حتى كتغطي المحيط ديال الخلية فيما يسمى بلو ليكيد انترستيسيال. ولما كتولي النفايات او الخلية مسكينة دايرة بمستودع ديال النفايات، كيجي واحد الوقيتة اللي خصها حتى هي تاكل، ما كتلقى ما تاكل، كيبغي خصها تشرب، ما كتلقى ما كتشرب، كتبغي تنفس، ما كتلقى ما تنفس. اشنو الحل الوحيد ديالها؟ وانها كتولي تاكل من المحيط اللي كاين بها، والمحيط اللي كاين بها وهو النفايات. انك تاخذ من النفايات وتعاود تبني الجدار ديالها، كتاخذ من النفايات وتعاود تبني الداخل ديالها، وكتولي خلية مكونة من النفايات. فلما كيجي الجهاز الهضمي، الجهاز المناعي ديالنا، وكيطوف بالجسم وكيلقى واحد الخلية اللي يعني الهندسة ديالها تغيرت واصبحت هندسة غير معروفة بالنسبة له، خلية غريبة، وكيبدأ كيدمر فيها شيئا فشيئا حتى كيدمر الخلايا الذاتية ديال جسم الإنسان. والمرضي دو بهست أو لا مرض بهجت كيكون غالبا ما كيقص الجهاز العظمي، وكتولي هناك هشاشة في الجهاز العظمي، كيولي الإنسان كيتقوس من الظهر ديالو، كيولي يتقوس من الساقين ديالو، كيولي يتقوس من الرجلين ديالو، كيولي الجسم ديالو كله معرض لهشاشة. إلا دفعتيه يتهرس، إلا خليتيه يتهرس، بعض المرات كيتهرس بلا ما يدير حتى شي إفور، لأن تكال مسكين بدك الضربات القوية ديال الجهاز المناعي. وهذا الأمر هذا ممكن ينتقل من الجهاز العظمي الى الجهاز العضلي، وكيوليو كيتاكلوا ليه العضلات ديالو حتى ما كيقدرش واحد الوقيته يهز اليدين ديالو، كيتاكلوا ليه الشبكه ديال العين حتى ما كيوليش يشوف، كيتاكلوا ليه كذلك الكلاوي ديالو حتى يقدر يتصاب بقصور كلوي، كيبقى حتى يتصاب بانه يدمر في كل مكونات جسمه. والسبب كنرجعوا دائما الى انه هناك نفايات يعني تراكمت عليه في الداخل، وبالتالي جعلت من الخليه او الجهاز المناعي لا يفرق بين الخلايا الذاتيه والخلايا الغير ذاتيه. والنتيجه ما هو؟ انه الانسان يصاب بمشاكل لا يحمد عقبها، ويعيش حياه يعني غير مرغوب فيها وغير مقبولة. فشنو هي النصيحة اللي ممكن نقدمه لهذا النوع من الناس؟ وأول حاجة يبقى ينعس على الأرض مباشرة، لأن إلا نعس على الناموسية ممكن يهرس راسه في واحد النهار، إلا نعس على شي حاجة اللي كتطوى ممكن أو كتاخذ الأشكال التضاريسية ممكن يتهرس. فمن الأحسن أنه ينعس على الأرض
مسطحه وارض لقاصحه باش تخلي دائما العمود الفقري ديالو طويل، دائما العظم ديالو يكون طويل بدون ما يتعرض الى اعوجاجات او لا انكسارات يعني مفاجئه. ثم كذلك اول حاجه غادي ثاني حاجه يقوم بها وهو الصيام، وكل ما صام كل ما غادي يخلي الذات ديالو كتخلص من دوك النفايات، ولما غتخلص من النفايات يحاول يغذي الذات ديالو باشياء اللي ممكن تعيد البناء ديال الجسم ديالو. شنو هي الاشياء اللي تعيد البناء ديال الجسم ديالو؟ خاصه الاملاح المعدنيه، والاملاح المعدنيه منين غتجيه؟ غتجيه من لابريل او لا دي الحصان، غتجي كذلك من من الحريقه، غتجي من لاسبيرولين، غتجي من فطر الريشي، غتجي من الكورديسيبس، غتجي من عصير النوني، غتجي كذلك من اليونسمان. هادو كلهم مكونات اللي ممكن ان الانسان يستعن بهم لاسترجاع الحاله الطبيعيه ديالو. وهل هناك امكانيه أصحاب مرض بهجة يتعافوا؟ ممكن، المسألة كتطلب وقت، ممكن تطلب سنة، ممكن تطلب سنتين، ولكن الإمكانية ديال الرجوع إلى الصحة وارد ووارد جدا. لكم مني أفضل تحيات الدكتور محمد أحسين.